التي حققت في الماراثون الوطني 21 في كرة القدم لا تدري منهم الكثير. بمناسبة ذكرى 59 لأهل الاستقلال والشباب، قطاع الشباب والرياضة لولاية ورقلة ينظم تظاهرة شبانية رياضية تتماشى والحدث من خلال تنظيم مهرجان شباني بالملعب البلدي حي لاسيليس، وذلك من خلال حضور كل الجمعيات الشاركة من جمعيات شبانية ورياضية وفرق فولكلورية.